اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وهلا عنا موسم الزيتون، كل عام انتم بخير. قلت اخزن معكم شوية زيتون ونشوف كيف يطلع مع بعض. مرتبنات تخزين السنة بيطلع الف من السنة للسنة، طعمة ولا اروع، وقرشة بتضل لاخر قطرة لاخر حبة. هنشوف كيف نعمله مع بعض، بس قبل بتمنى عليكم لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على علامة الجرس لتصلكم كل فيديو جديد من نزفيت الكرزات اللحظة. خلينا نشوف كيف نعمله مع بعض ويلا بينا. اول شيء يا حبايب، الزيتون من المونة اللي احنا نقدرش نستغني عنها، لازم تكون في كل بيت. ان جعنا زيت الزعتر، إن جعنا زيت الزيتون، خبزة سخنة مع كاسة شاي بتطلع غير شكل. الزيتون أساسي في البيت في جميع أشكاله. أنا نزلت لكم أشكال كتير، واليوم اللي نعمل مع بعض كبيس الزيتون الرصيع اللي بنرصعه. هنشوف كيف نعمله مع بعض كل سهولة. أول شيء لازم نجيب الزيتون، ولازم نضرب كل حبة بحبتها نرصعها عشان تفتح حبة الزيتون. هالأيام بطل حدا يرصع كل حبة بحبتها، لأنه صارت في مكينات عند اللي بيبيعوا الزيتون بيرصع لكم إياها في 5 دقايق. لكن إذا أنتوا عندكم شجر زيتون وما عندكم المكينة، تقدروا أنتوا ترصعوها حبة بحبة بحجر بمدقة اللحمة وهيك شيء. بنحط الزيتون لمدة 5-4 أيام في مية، ومنضل نغير عليه كل شوي كل شوي، يعني بالنهار 2-3 مرات بنغير عليه ليصير طعمته حلو، ليروح منه المرار. بس يروح منه المرار وندوقه ويروح منه المرار، بنبدا الخزينة انتو شايفينه. بنصفيه وبنحطه بجار، بنحط عليه 2 معلقة ملح وشوية حامض زي ما موجود في الوصف، الكميات وفلفل اخضر. الحامض والفلفل الاخضر انتو هذا ذوقكم، تحبوه بفلفل كتير بحرق كتير، حامض كتير اقل شوي، انتو ذوقكم. بس ما نقدر نحط الحامض بقشره، لازم نقشر الحامض ونقسمه زي ما انتو شايفين قطع صغيرة. نحطينا الحامض بقشره بمرمل، فلازم نقشره ونقيم القشرة الصفراء او الخضراء اللي برا، وبعدين نقسمه ونحطه بالزيتون. نخلط كل كمية الزيتون مع بعض، مع الحامض، مع الملح اللي حطيناه اللي هن 2 معلقة، مع الفلفل، مع عصير الحامض، نخلطه كتير منيح ونبدأ بعبيه في أناني. لأن الكمية اللي انتو شايفينها بالفيديو هي 5 كيلو، يعني كمية جيدة، بس عشان تعرفوا كيف حطينا الملح، حطينا الحامض، وحطينا الفلفل. برجع وبقول الفلفل اختياري وكميته كتير ولا قليل برضو على هوا الذوق، والحامض كذلك. في ناس لا بتحط فلفل ولا بتحط حامض، تحط بس ملح، اللي هو المفروض ينحط عشان يتخزن الزيتون. لكن إذا بدنا زيتون له طعمه وطيب وزاكي، لازم نحط شوية فلفل وكتير من الليمون عشان يطلع طعمته طيب. بعد ما خلطنا كل الكمية مع بعض، هلأ نبدأ شو نعبي. نقدر نحط الزيتون نقدر نكبس الزيتون بمرتبنات، ونقدر نكبسها في أناني. يفضل بأناني البلاستيك اللي انتو شايفينها هاي، ليه؟ لأنه بوزها كتير صغير. من الأحسن عشان ما يتعرضش كمية الزيتون لهوا كتير. وشو كمان بتعمل القنينة؟ بتضغط وبتكبس وبسهل تسكيرها، ما بتفتحش بكل سهولة من السنة للسنة. لأنه بس نفتح القنينة لازم نحطها في مرتبان تاني أو في تبروير أو في وعاء، ونحطها بالتلاجة ونقعد ناكلها عشان ما تخربش معنا. فهذه عملية الحفظ من السنة للسنة، أحسن شيء في الأناني. تقدر تحطوها في المرتبانات، بس لازم تعبوا المرتبان للآخر ويكون المي للآخر، وما يكونش في داخل عليه هواء، عشان إذا في حبة طاشت على الوجه ممكن لا سمح الله تعفن. عشان هيك إذا عطيتوه في مرتبانات، حاولوا تخلوا الفوهة تكون صغيرة كتير عشان ما يكونش في تعرض الهواء بين الزيتون والهواء كتير. شايفين بنضل نعبي الأناني وبنحط بنشكل زيتون وفلفل وحامض زي ما انتو شايفين. مش بنحط بس زيتون، لا بنحط فلفل حامض عشان يعطي نكهة. هلا بدنا نعمل البراين، نعمل محلول الملح اللي بنحطه في الأناني. بنحط كمية المي
مع كمية الملح اللي هي موجودة في بداية الفيديو أو بصندوق الوصف، نخلطها كتير منيح ومنحرك كتير منيح ومندوب الملح كتير منيح. بشوف في ناس بحطوا حب شوية ملح وما بدوبوها، لا دوبوا الملح كتير منيح ليصير مش موجود، ما بصير نخلي الملح لأنه بيخلف العيار. أهم شيء نحط الملح مع المي زي ما موجود بالعيار. أنا دائما بودل الناس على العيار بآخر، لا حطينا أقل ملح ناش طلع مالح، بيخرب الزيتون يا جماعة. في إشي اسمه عيار، واللي اخترع العيار واللي اخترع هاي النسب واللي قرر هاي النسب بده يكون عارفين إنه هاي النسب أحسن شيء. وفي كمان طريقة تانية اللي هي طوشة البيضة، الكل بيعرفها برضه وتقدروا تتبعوها. لكن إذا في ناس ما بتحب طوشة البيضة، أنا أعطيتكم العيار زي ما هو لازم. هلأ الزوم اللي ضل بالزيتون بعد ما عبينا كل الأناني اللي هو الحامض ونتفت الملح والزيت، منوزع على كل الأناني اللي طلعت عنا زي ما أنتم شايفين بالمحقان، هذا مش حامض صرف، هذا حامض مع نتفت زيت مع نتفت ملح اللي كانوا بالجاط بعد ما عبينا الزيتون، هذا الزوم اللي نزل. هلأ المي زي ما أنتم شايفين، المي والملح منعبي كل الأناني لآخر شيء لتمها، ما بدنا نخلي ولا نقطة فراغ فيها. وحتى بعد يومين ثلاثة بعد ما سكر القنينة لقينا انه المي نقصت، هذا طبيعي، اوعوا تفتحوا القنينة، بالعكس هيك بتكون القنينة انضغطت ومش راح تخرب معكم وممتازة جدا. هدول الأناني تعبوا للآخر ولا بتسكروا على الآخر وبروحوا على الخزين للسنة للسنة. كل ما بنفتح قنينة ديروا بالكم منحطها بعدين في التبروير ونضبها في الثلاجة، أو إذا بناكلها بسرعة مش ضروري الثلاجة، لكن إذا بناكلها شوي شوي أو ما فيش سحب عليها لازم نحطها بالثلاجة. هيك زيتوننا بينترك من هون 10 أيام 15 يوم تقدروا تبدوا تاكلوا فيه، وأنا بنصحكم تتركوه أكتر، بياخد طعم أكتر ونكهة أكتر من الفلفل والحامض، وبتقدروا تخزنوا وتهدوا وتتهادوا منه قد ما بدكم. هيك وصفتنا بتكون خلصت. مونة بتشحي لازم تكون في خزائن المونة عندكم في البيوت، لأنه الزيتون والزيت من أهم المونة الموجودة. هيك وصفتنا بتكون خلصت، بتمنى تجربوها وتخزنوا زيتوناتكم على طريقة السنة، وكل عام أنتم بخير. أنا عصام منير وبتشكركم وشوفكم فيديو جديد.